السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم عندي في قناتي الجديده، وهذا اول فيديو. وما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. واليوم ان شاء الله غادي ندير معكم كيكه بالنيدو، وان شاء الله نتمنى تجربوها وغادي تعجبكم. كتجي زوينه، النكهه ديال النيدو كتجي في الكيكه زوينه. وغادي نبداو ان شاء الله بالمقادير. غادي نحتاجو في المقادير 4 البيضات، و ساشي ديال النيدو اللي هو الحليب المجفف. وهاد النيدو ضروري نحمروه في المقلة باش يولي لينا بحال هكا. وجوج كيسان ديال الطحين، وكاس سنيدة، وكاس معمر ديال الزيت، جوج خمارات، وفاني. والكيكه غادي ملي طيب الكيكه ان شاء الله غادي نسقيوها ب هذا نيسلي مع 3 د الفرماجات مثلتين. غنخلط نيسلي في مولينيكس مع 3 د الفرماجات مثلتين ان شاء الله حتى طيب الكيكه، ونوريكم الطريقه. بسم الله. غادي نخلطو البيض مع السنيدة ان شاء الله. ندير سنيدة ونخلطهم مزيان في الخلاط. غادي نحط نزيد شويه قبصه الملحه، غير شويه. دابا غادي نضرب البيض والسنيده، ها هو الخليط اللي خلطته. غنزيد دابا الزيت، غنزيد النيدو، غنزيد الطحين شويه بشويه. دابا غنزيد الفاني، حيت نسيت البوينه ما زدتو، ماشي مشكل. وغنزيد هاد شويه اللي بقى ليا ديال الطحين، وجوج خمارات. صافي نخلط كلشي ونرجع لكم. ها هي الكيكه ديالي ملي خلطتها كيفاش جات. دابا غنخويها في المول، المول راه دهنتو بشويه د الزبده، ورشيت عليه شويه الطحين، وندخلها الفران تطيب ونرجع لكم ان شاء الله. ها هي الكيكه ديالي كيفاش جات ملي خرجتها من الفران. دابا غندير داك نيسلي اللي قلت لكم باش غنسقيوها. ها هو درت هنايا تقريبا كاس ديال نيسلي و 3 د الفرماجات. دابا غنخلطهم ونخويهم على الكيكة. ها هو الخليط ديالي ملي خلطتو كيفاش جا. دابا غنخويه فوق الكيكة. ها
وندخلها الفران، نشعلو ليها غير من الفوق غير شويه، واحد 5 دقائق، ومني نخرجوها ندرك عليها شويه القرفه، ها هي، وندخلها الثلاجه تبرد، وان شاء الله ملي تبرد ان شاء الله غادي نرجع لكم ونوريكم الكيكه كي جات. انا ملي خرجتها من الفران كندرت عليها شويه القرفه، راه كتجي زوينه هذه الكيكه، غير جربوها غادي تعجبكم ان شاء الله. وغادي ندخلها للثلاجه تبرد. ها هي الكيكه ديالي ملي خرجتها من الثلاجه، شفتي نقسم لكم شويه باش تشوفوها. بسم الله، كتجي هشيشه، ها هي كيفاش جات، كتجي هشيشه وبنينه. نتمنى تجربوها وغادي تعجبكم ان شاء الله، وبالصحه والراحه. واللي يلا غيدخل القناه يدعمني باللايك وبارطاجي، وشكرا لكم بزاف.